عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ معك الأستاذ بغدادي محامي. نقيب محامي. خلاص راكم في الحدث، كيفاش كان التحضير لهذه التظاهرة؟ كيفاش شفتوا اليوم يعني حضور قوي؟ تحضير جيد جيد جدا، والحضور متميز خاصة بالمشاركين. نوعية الشخصيات والتي شاركت يعني في هذا الملتقى هي التي جعلت من هذا الملتقى يعني هذا اللقاء يعني لقاء استثنائي، يعني فيما يخص المواضيع المختارة والمناقشة كانت مواضيع هامة جدا وتهم البلاد بصفة عامة. على كل حال يقول المحامي وعلاقته بعالم الأعمال والبزنس هذا هو في الحقيقة، هذا هو لب الموضوع. كل اللقاء المحور كان محور أساسي هو علاقة المحامي بالميدان الاقتصادي، بالمجال البزنس، بمجال الأعمال، كيف يكون أين كيف تكون تدخلات المحامي، الوقت الذي يجب عليه أن يتدخل فيه، الأمور التحضيرية اللي تقع على عاتقه، يعني يحضر في كل أمور، يعني كل هذه الأسئلة هي التي من المفروض تشكل يعني أساس هذا اللقاء. ثم جوانب أخرى تتعلق يعني بصفة عامة على كل حال تتعلق بالجزائر كجزائر، بتطور الجزائر فيما يخص القارة الإفريقية التي تبقى يعني مجال هام جدا في شتى الميادين، أهملت من طرف السلطات الجزائرية، وحان الوقت أظن أننا نهتم بهذه القارة التي ننتمي إليها، والتي يوجد بالنسبة إلي مستقبل الجزائر موجود في إفريقيا وليس إلا في إفريقيا. بلغة الأرقام شحال محامي في المستوى الوطني؟ والله ما حبيت نعطيك بالضبط، يعني تقريباً. كان تقريبا في حوالي 70,000، حوالي تقريبا ما عنديش الرقم المضبوط لأنه كان دفعات جديدة دخلت علينا وهامة، يعني احنا في آخر دفعة 800 محامي رفعنا لها الطربس، وبالتالي ما نقدرش نعطيك يعني عدد يعني نهائي. نقدر نبلغ لك فيما بعد يعني بعد. يقولوا أيضا الأعمال والمحاماة يقولوا أيضا قضايا فساد، قضايا المال، قضايا بطبيعة الحال المحامي في وسط كل، قلت في المداخلة أن المحامي موجود على كل المستويات، قبل إنجاز العقد، قبل الاتفاق، يعني هو اللي حضر الاستراتيجية القانونية، هو اللي يسهر على تنفيذها، هو يسهر على المطابقة القانونية لتصرفات الموكل، لتصرفات المتعامل الاقتصادي، هو يعد يعني أهم العناصر، لم أقول عنصر فقط لكن أهم العناصر لحوكمة رشيدة، يعني على كل المستويات من المستوى العالي عالي عالي جدا إلى أدنى المستويات. يعني لو المحامي يلعب دوره كما يجب يعني المفروض لا يوجد أي إشكال، لا بالنسبة القانونية ولا بأي مجال آخر، ما فيها لا قضية فساد ولا. المحامي هو اللي يكون يعني للأسف الشديد المحامي في بلادنا لم يلعب الدور المنوط به يعني إلى يومنا هذا. شكرا.